وفاة 8 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى في حادث سير مؤلم على طريق بوتليميت نواكشوط، ورئيس الجمهورية يعزي أسر ضحايا الحادث ويتمنى الشفاء للمصابين. وزير التنمية الريفية يطرق من السدفم الجليتا في مقاطعة ينبود عمليات تنظيف شاملة لمشاري المياه الموجهة لسقاية المزارع. المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء تحتضن انطلاقة المرحلة الثالثة ملتقيات إعادة تنشيط الجهاز الإداري في الدولة. أينما كنتم مشاهدينا الكرام حياكم الله، وأهلا بكم إلى تفاصيل مسائية الموريتانية لهذه الليلة. معكم فيها مناتا محمد حيدرة ومحمد بديدي. ورحب بأسماء متعذمان لتصحبنا بلغة الإشارة، مرحبا بكم مشاهدينا. أهلا بك مناتا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قدم رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني مساء اليوم تعازيه الخالصة إلى ذوي الضحايا الذين قضوا في حادث السير المؤلم الذي وقع صباح اليوم على خط نواكشوط بوتليميت من طريق الأمل، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. جاء ذلك في تغريدة له على صفحته في تويتر. إثر حادث السير الأليم الذي وقع اليوم بين نواكشوط وبوتليميت، أتقدم بأخلص التعازي إلى ذوي الضحايا الذين قضوا، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأدعو المواطنين عامة وسالكي الطرق الوطنية خاصة إلى اتخاذ إجراءات السلامة وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات. هذا وقد وقع الحادث المؤلم صباح اليوم على طريق الأمل، وتحديدا عند الكيلومتر 44 من مدينة بوتليميت باتجاه نواكشوط. وأكدت السلطات الإدارية والأمنية في مقاطعة بوتليميت أن الحادث الذي خلف 8 قتلى و7 جرحى ناجم عن تصادم السيارتين، فيما أكدت التحريات أن عامل السرعة المفرطة كان سببا في وقوع الحادث. ولمعرفة المزيد عن ملابسات وأسباب هذا الحادث، كنا قد أشرينا اتصالا هاتفيا مع حاكم مقاطعة بوتليميت السيدة جليلة منت معلام. السيدة الحاكم أكدت خلال حديثها أن السلطات العسكرية والأمنية والصحية هرعت إلى عين المكان وتدخلت في الوقت المناسب. مساء الخير على الجميع. وقع الحادث صباح اليوم عند الكيلومتر 44 باتجاه من بوتليميت باتجاه نواكشوط. الحادث كان نتيجة تصادم بين السيارتين، سيارة قادمة من الطينطان وأخرى قادمة من نواكشوط باتجاه مدينة بوكاء. عند الكيلومتر 44 للأسف حدث هذا الحادث الذي أودى حتى اللحظة إلى 8 وفيات، نسأل الله لهم الرحمة والغفران، وإلى إصابة 6 جرحى. 5 من الجرحى جروحهم ما بين البليغة والمتوسطة، تم نقلهم في سيارات إسعاف إلى المدينة نواكشوط، وجريح واحد أو جريحة بالأصح هي طفلة صغيرة الآن تتلقى العلاجات في مستشفى حمد بمدينة بوتليميت. فرقة الدرك كانت على مستوى الجاهزية لإنقاذ الجرحى وتوصيلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولأيضا إعداد محاضر للمتوفين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم من قضوا وأن يشفي الجرحى بإذنه، ونهيب بالسائقين توخي الحيطة والحذر وعدم السرعة المفرطة. إلى ولاية غورغول، حيث يواصل وزير التنمية الريفية زيارته التفقدية للمناطق الزراعية والرعوية المحاذية للضفة. محطة اليوم من هذه الزيارة شملت سد فم الجليتا بمقاطعة بود، حيث أشرف السيد الوزير هناك على انطلاق عمليات تنظيف شاملة لمجاري المياه الموجهة لسقاية المزارع.
زيارة تفقدية لوزير التنمية الريفية بولاية غرغل رفقة السلطات الإدارية والمصالح الجهوية المكلفة بمتابعة القطاع. الزيارة استهلت بمعاينة لتنظيف قنوات الري بمزرعة سدهم الجليتا، حيث تباشر الآليات اقتلاع النبات الذي يشكل ضررا كبيرا على المزارعين. ويأتي هذا المشروع تنفيذا لتعهد رئيس الجمهورية للمزارعين أثناء زيارته الأخيرة للولاية، وقد تمت مباشرة تنفيذه. الهدف من الزيارة اليوم هو الاطلاع على تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية لساكنة أم قليتا بإعادة تأهيل قنوات P1 و P2 ولاتات مرت اللي كانوا مقلقة، واللي رأيكم عندكم استدركتوا صورة من حجم قليقهم كان معدل. هذا إن شاء الله راكم شفتوا لا يكتمل إن شاء الله بعدة أيام، وراكم شفتوا الالفات خلق منهم جودة العمل فيه ونظافته وسيابة ماء. وقفنا قبل ذاك التوسيع الحمد لله لخطة 350 هكتار جديدة شارف عليها صنع دائرة في الخضروات، وهما كانوا هون معي خطة 400، وبزمن قليل أسبوع اثنين لا يعود إن شاء الله القنوات ثنتين فيهم الماشي بالسياب ومصيون، وحد عقب ذاك تم الصيانة وتبرمج له كيف كانت تخلق سنوياً. مدير الشركة الوطنية للتنمية الريفية أعرب عن أهمية هذا المشروع وقيمته الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين بولاية غرغل، التي ستستفيد إلى جانب ولايتي البراكنة وترارزا من دعم المزارعين وتهيئة الظروف التي تساعد في الرفع من المنتوج الزراعي. وقد مكنت الزيارة السيد الوسير من الاستماع إلى آراء المزارعين حول تنظيف هذه المجاري التي كانت تشكل عائقا أمام زيادة المساحات الزراعية وزيادة المنتوج والمحصول من عائدات هذه المزارع. احنا شاكرين الدولة على الاهتمام بالمشروع، شاكرينها على سقل هاي القناة الكبير اللي كان يمثل عقبة كبيرة أمام تنمية هذا البلد اللي هو، وشاكرينها على التجربة اللي عدلت فم القليتة، ونقول لها أن المزارعين فم القليتة يأملوا كبير في هذه التجربة اللي هي، وأنهم مستعدين يعملوا فيها. شاكر رئيس الجمهورية على هذا الاهتمام، وراجعين على أنه يصب في ترميم مشروع فم القليتة بالكامل، وبالتالي تعود المواطنين في هذا المشروع الكبير له مشروعهم كامل يعدل ودور إن شاء الله يساهم مساهمة كبيرة في الاكتفاء الذاتي للوطن. زيارة وزير التنمية الريفية شملت قرية غرية التابعة لبلدية جول، حيث اطلع على الاستصلاح المقام به ميدانيا تحضيرا لزراعة الخضروات الموسمية والتي تدخل ضمن دعم جهود المزارعين بولاية غرغل. قناة الموريتانية، محمد بلال، ولاية غرغل. وللمزيد من التفاصيل حول عمليات تنظيف مشاري المياه نستضيف لكم مباشرة من مدينة كيهيدي المدير الجهوي للتنمية الريفية في ولاية غرغل السيد الداه والزروق. أهلا بكم السيد المندوب. أهلا، مرحبا بكم. ماذا عن طبيعة هذه العملية التي انطلقت صباح اليوم من سد فم القليتة؟ شكرا للتلفزيون الوطنية على الاستضافة. قام وزير التنمية الريفية على مستوى ولاية غرغل لمتابعة نشاطات الحملة الزراعية، وخاصة حملة الخضروات التي تم انطلاقها من بلدية دار البركة في ولاية البراكنة، وتتم هذه المتابعة من أجل تهيئة الأراضي من أجل الحملة الحالية والحملة المعاكسة المقبلة. وكما قام أيضا معالي الوزير التنمية الريفية لمعاينة تنظيف مجاري القنوات الرئيسية على مستوى فم القليتة التابع لمقاطعة أنبود، واطلع ميدانيا على تنظيف هذه المجاري بغية تسهيل مياه الري من أجل الاستفادة أكثر في المزارع. وكما قام أيضا بزيارة عدة مواقع تم استصلاحها من أجل زراعة الخضروات، وهذا السد وهذه القنوات تمتد على طول 25 كيلومتر، طول 25 تم تنظيفها بشكل كامل ولله الحمد.
وتتم هذه العملية بالتعاون مع الشركة الوطنية للصنادير وشركة سنات للأسقال الزراعية. إذن كل الشكر لكم السيد داهو الزروق المدير الجهوي للتنمية الريفية في ولاية غورغول، كنتم معنا من مدينة كيهيدي، شكرا جزيلا لكم. بدأت صباح اليوم بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء أشغال المرحلة الثالثة من ملتقيات إعادة تنشيط الجهاز الإداري في الدولة. ويدخل هذا الملتقى في إطار سلسلة ملتقيات تحسيسية تقوم بها الجهات المعنية ضمن المساعي الرابية لعصرنة الإدارة وتقريب خدماتها من المواطنين. انطلاقة المكونة الثالثة من ملتقيات إعادة تنشيط العمل الحكومي الخاصة بالمستشارين القانونيين تأتي ضمن برنامج شامل للتكوين المستمر لوكلاء الإدارة، وسيتلقى المشاركون عروضا ومحاضرات مقدمة من قبل مختصين في مجال القانون والقضاء تتناول السبل الكفيلة بتحسين أدائهم في مجال عملهم الميداني. تدخل هذه الملتقيات ضمن برنامج شامل للتكوين المستمر لوكلاء الإدارة سينطلق قريبا تحت الإشراف المشترك لوزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة والوزارة الأمانة العامة للحكومة. يندرج هذا التكوين ضمن الوفاء بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني المتعلقة بعصرنة الإدارة وتقريب خدماتها من المواطنين. وقد استفاد من هذه الملتقيات التكوينية معظم المستويات الهرمية في الإدارة سعيًا إلى تنشيط الخدمات الإدارية وجعلها تقوم بالمهام الموكلة لها من أجل بلوغ الأهداف والنتائج المتوخاة من برامج السياسات العمومية. تحت الشعار التعليم النموذجي صمام أمان للمجتمع وصناعة لمستقبل الأجيال، خلد تكتل الجمعيات الشبابية الناشطة في العمل التطوعي في موريتانيا اليوم الدولي للتعليم. وبهذه المناسبة احتضنت العاصمة حفلا تحدث خلاله المدعوون إلى هذه التظاهرة عن دور الشباب في المجتمع وضرورة إحياء ثقافة العمل التطوعي لديه خاصة في القضايا التي تخدم الوطن والمواطنين. التعليم النموذجي صمام أمان للمجتمع وصناعة لمستقبل الأجيال، شعار اختاره تكتل الجمعيات الشبابية الناشطة في العمل التطوعي بموريتانيا عضو الاتحاد العربي للتطوع عنوانا لتخليده اليوم الدولي للتعليم. لقد لعب التعليم دورا بارزا في تعطير رأس المال البشري وتعزيز قدراته من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة، كما يتضح ذلك من خلال محاور برنامج أولويات الموسعة الذي يؤكد التوجهات العامة للحكومة في إطار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المزدهر. والحملات التحسيسية لمحاربة الأمية كان لها الأثر البالغ في الحد من انتشار الأمية والمساهمة الفعالة في الرفع من مستوى الأجيال الناشئة، وقد تجلى هذا الوعي في صمود هذه الأجيال أمام جائحة كوفيد-19، مكملة بذلك العلاقة الترابطية بين العمل التطوعي من جهة ومن جهة أخرى الوعي المدني النوعي تجاه القضايا الوطنية الراهنة. التخليد المنظم بمقر المندوبية الغربية لوزارة التشغيل والشباب والرياضة تهده من ورائه الجمعيات الشبابية إلى التأكيد على الدور الذي يلعبه التعليم في تحقيق التنمية. إن اليوم الدولي للتعليم هو تتويج لإرادة العالم لتحسين معايير التعليم والقضاء على الأمية، كما يؤكد اليوم على أهمية التعليم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في العالم. ويهدف الاحتفال كل عام إلى تحسين جودة التعليم وحماية حقوق كل الطلاب. خطة عملنا لسنة 2021 عن فيها جزء يتعلق بالتعليم، معناها فيها التكوينات اللي تعود في مجال التعليم، فيها أنشطة التي تعود في مجال التعليم ومحو الأمية. وقد تم تقديم عدة محاضرات خلال تخليد هذا اليوم أشفعت بمداخلات لممثلي الروابط والتكتلات الشبابية، إضافة إلى بعض المهتمين بالعمل التطوعي والشؤون التربوية. هذا التعليم النموذجي لا بد أن يكون متكاملا، بمعنى أن تكون مختلف أنواع العلوم متوفرة فيه حتى يكون نموذجيا.
بصفة عامة يستطيع أن يسهم بحق في تقدم ونماء وتطور البلد. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 3 ديسمبر 2018 يوم 24 يناير من كل عام ليكون يوما دوليا للتعليم. أعلنت الإدارة العامة للصحة العمومية مساء اليوم في النقطة الصحفية اليومية الوضعية الوبائية لجائحة كورونا في بلادنا خلال 24 ساعة الماضية. وتميزت الوضعية اليوم بتسجيل 94 حالة شفاء و40 إصابة شديدة بكوفيد-19، بينما لم تسجل أي حالة وفاة شديدة ولله الحمد. بالنسبة للوضعية الوبائية خلال 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 40 إصابة جديدة، من ضمنها إصابة واحدة من المخالطين و39 من الحالات المجتمعية. كذلك تم تسجيل 94 حالة شفاء جديدة، والحمد لله لم تسجل وفيات خلال 24 ساعة الماضية. بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 16,397، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 15,221، وإجمالي الوفيات 416. تبلغ الحالات النشطة اليوم 760، من ضمنها 689 بدون أعراض، 47 بأعراض خفيفة، و24 بأعراض حرجة، نسأل الله لهم الشفاء. أما بالنسبة لتوزيعة الإصابات الجديدة حسب المقاطعات فهي على النحو التالي: جيغني إصابتان، واحدة في تنبتقة، اثنتان في كونكوسا، ثلاثة في كيفا، أربعة في بوتيريميت، واحدة في المذردرة، واحدة في ركيز، اثنتان في أطار، اثنتان في نواذيبو، واحدة في الكسر، 11 في تفرق زينة، واحدة في دار النعيم، ثلاثة في تيارت، اثنتان في توجونين، ثلاث إصابات على مستوى مقاطعة عرفات، وواحدة على مستوى مقاطعة الرياض. تم خلال 24 ساعة الماضية إجراء 851 فحص جديد، من ضمنها 100 من فحوص المتابعة و751 من فحوص تشخيص، موزعة على 370 من الفحوص السريعة TDR و381 من فحوص الحمض النووي PCR. أما بالنسبة لتوزيعة الفحوص الجديدة حسب الولايات فهي على النحو التالي: 88 في الحوض الشرقي، 7 في الحوض الغربي، 83 في العصابة، 31 في غورغول، 51 في البراكنة، 33 في ترارزة، 9 في أدرار، 3 في داخلة نواذيبو، 7 في تقانت، 22 في قديماقة، 1 في تيرزمور، 10 في إنشيري، 350 على مستوى نواكشوط الغربية، 93 على مستوى نواكشوط الشمالية، و63 على مستوى نواكشوط الجنوبية. بلغ إجمالي الفحوص منذ بداية الوباء 181,889، من ضمنها 26,237 من فحوص المتابعة، و155,652 من فحوص التشخيص بدورها موزعة على 120,444 من الفحوص السريعة، و35,208 من فحوص PCR. إلى ولاية إنشيري، حيث أشرف حاكم مقاطعة بن الشاب على تسليم مساعدات اجتماعية هبة من نائب المقاطعة لصالح السكان الأكثر فقرا في المدينة. تدخل هذه المساعدة التي تضم مواد غذائية متنوعة إضافة إلى عدد من الكمامات الطبية في إطار مساهمة المنتخبين المحليين في دعم الجهود التي تبذلها السلطات الجهوية تصديا لجائحة كورونا. إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية، أشرف حاكم مقاطعة بن الشاب على استلام مئات السلال الغذائية مقدمة من طرف نائب المقاطعة لصالح السكان الأكثر هشاشة بالمدينة والقرى والبلديات التابعة لها. احنا هون بن الشاب اجوردوفي بار ريسبشن دي برودوي جابنا سيد نائب مقاطعة بن الشاب وفاليزا 750 كيت alimentaire وعدني من جالي بصر ضعف بروفيل دي فامي بوفر هنكو هنكو مشون خليني بو ريسبشوني اخري بولي دي مواد المغذية نقول مولاي بادر مولي جات فريما بوقتو جات فريما وبوم وما وقت فريما تعلم كم فرابي بارها ولا بانديمي هات ناس فاسلة وبعاف هنكو احنا ريني مولي ندور مرسي بوكو بور الانسياتيف هاي مبادرة. وتهدف هذه المبادرة إلى التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على سكان المقاطعة، وتضم بالإضافة إلى المواد الغذائية آلاف الكمامات الطبية. أنا جابر مع المواطنين ونتعاون معهم
وفي ظرف يحتاج التعاون كامل والتكافل. صراحة نعرف عن هذه الجائحة لها تأثير كبير، والدولة ما دخلت جهد، أعطت رئيس الجمهورية أعطى تعليمات اللازمة وخلت تدخلات المطلوبة. غير هذا ما يغني عن تعاون الجميع. احنا هذه المساعدة المعدلة مخصصينها للفقراء، الناس محتاجين الأكثر فقر. سكان بلدية بن الشاب ثمنوا هذه المبادرة منوهين بأهميتها خاصة في هذه الظرفية الصحية الاستثنائية. ونثمنوا المجهودات من شركائنا كاملين اللي قد قدموا مساعدة للسكان في هذه الجائحة. قدموا الشكر لرجال أعمال المدينة وطورها على كامل اللي قد قدموا للمدينة. كل مدينة فاصلة يتفقدوها أطرها ورجال أعمالها، ونطلبوا المزيد من هذا الدعم. التقسيم اللي جابه اللي لفته من النائب لهذه المواطنين اللي فاصلين في هذه الفترة اللي فيها كانت هذه الجائحة وما زالت مستمرة. وتضم المساعدات مواد غذائية متنوعة سيتم تقسيمها على المواطنين بالمقاطعة بشكل منظم يضمن وصولها إلى مستحقيها تبعا للإجراءات الاحترازية المطلوبة في هذه الظرفية. الشيخ الحميدي، الموريتانية، بن الشاب. دعما للأسر الأكثر فقرا في مدينة أطار، قدمت جمعية محلية ناشطة في المدينة مساعدات اجتماعية لصالح عدد من النساء معيلات الأسر المقيمات في المدينة. وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود المشتركة والتعاون بين السلطات الجهوية وهيئات المجتمع المدني للوقاية من انتشار جائحة كورونا. جمعية الحياة لمحاربة الأوبئة نظمت تدخلا لصالح النساء معيلات الأسر في مدينة أطار ضمن جهود الجمعية الهادفة إلى التقليل من آثار جائحة كوفيد-19 على الأسر محدودة الدخل، من خلال منحها سلات تحتوي على كميات من المواد الغذائية والألبسة. عملية التوزيع أقيمت تحت إشراف المندوبة الجهوية لوزارة الثقافة وممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، حيث ثمنت هذا التدخل الخاص بدعم فئات هشة على مستوى المدينة. هذه السلات الغذائية المقدمة لها من طرف الجمعية، ونختار من هنا من هذا المنبر نشيد بدور هذه الجمعية رغم أنها جمعية ناشئة على مستوى مدينة أطار القائمة به من تحسيس، كان لها قطعا أنها بذلت جهد كبير في قضية هذا الكوفيد. تفاجئنا الجمعية بهذه التوزيع المجانية من هذه السلات الغذائية لصالح مجموعة من النساء الفقيرات، وأنا هنا تياها باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، ومذمنة باسمهم المجهود الفعال اللي لعبته هذه الجمعية لصالح الأسر الفقيرة ولصالح النساء معيلات الأسر. وفي الختام تسلمت بعض المستفيدات السلات المقدمة لهن. وهذه السلات تمثل في سلة غذائية فيها السكر، الورقة، الشعرية، دلوين، ودقيق الشعير، وفيها سلات أخرى فيها لباس التركة وحذية، وفيها سلات فيها ملاحة. فعالية تندرج في إطار حملة كوفيد-19، عدلين فيها مولي حملة تحسيس توعية، عدلناها على مستوى المقاطعة هم، وعدلنا منشورات فيهم حملة توعية وتحسيس على خطورة هذا الكوفيد وعلى كيفية التعامل معه. اختارت الجمعية تفويج النسوة ومنحهن المساعدات للحيلولة دون تجمع قد لا يتماشى مع ظروف انتشار الجائحة. من مدينة أطار، عبد الرحمن جدمو، لقناة الموريتانية. والآن ننتقل إلى شبكة مراسلنا في الداخل، حيث ينضم إلينا الشيخ الحميدي من مدينة أطار ومحمد العمر بلول من نعمة. مرحبا بكما. لو بدأت معك الشيخ، مساء الخير الشيخ. مساء النور ميناتا، مساء النور محمد، مرحبا. شيخ، ما هي الحالة الصحية العامة على مستوى ولاية الشمال بشكل عام وأطار على وجه الخصوص؟ نعم ميناتا، يمكن القول بأن الحالة الصحية هنا على مستوى ولايات الشمال تير الزمور وأكجوجة وأطار مستقرة ولله الحمد. طبعا تتزايد الحالة الإصابات هنا على مستوى مدينة أطار مع انخفاضها ولله الحمد على مستوى ولاية إنشيري، وخاصة مقاطعة بن الشاب التي لم تشهد المدينة من جديد أي حالة من وباء
كوفيد 19. هناك أيضا جهود حديثة للتصدي لهذه الجائحة، منها ما هو دعم مادي للمواطنين من طرف بعض الفاعلين المحليين هنا على مستوى هذه الولايات، خاصة التقرير الذي شاهدتم عن بعض المساعدات التي قدمها نائب مقاطعة بن الشاب لبعض المواطنين. طبعا هذه المساعدات تأتي في إطار جهود السلطات الإدارية في هذه المنطقة الهادفة إلى مكافحة الجائحة، والتي اتضح جليا بأن هناك جهود حديثة تقوم بها هذه السلطات وكذلك الفاعلون المحليون والفاعلون في المجتمع المدني للتصدي لهذه الجائحة. إذن يمكن القول باختصار بأن الحالة الصحية هنا على مستوى ولاية الشمال مستقرة ولله الحمد، وهناك أيضا جهود جعلت هذه الحالة تستقر من مختلف الأصعدة، يعني هناك تكاتف الجميع، مواطنين، منتخبون، سلطات إدارية مشرفة. إذن يعني جهود حديثة هنا للتصدي لهذه الجائحة على مستوى هذه المنطقة. إذن شكرا لمراسلنا من أطار الشيخ والحميدي، شكرا لك. تعيش أسواق مدينة الوادي بو على وقع تطبيق الأسعار التوافقية التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة والسياحة على خلفية اجتماعات تشاورية وتنسيق بين المصالح المختصة في الوزارة وشركائها في اتحاديات التجارة. وقد استقبل التجار العريضة الجديدة بشيء من الاستعداد والعزيمة على تنفيذ البنود والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الوضعية العامة للأسواق على المستوى الوطني. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع نستضيف لكم مباشرة مستشار رئيس منطقة وادي بو الحرة السيد عبد الله والمبيري. أهلا بكم سيد المستشار. سيد المستشار، إذن سيد المستشار، على ضوء البيان الصادر عن وزارة التجارة حول الأسعار، ما هي التدابير والإجراءات المتخذة على مستوى المنطقة الحرة لتموين السوق وتطبيق القرارات الجديدة؟ شكرا. نحن رايحين. هل تسمعني؟ أسمعك سيد المستشار. أعيد السؤال. إذا كنت بناء على القرارات، على التعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية المتعلقة برفع أسعار بعض المواد الأساسية، عقد رئيس سلطة منطقة وادي بو الحرة اجتماعا مع ممثلي اتحادية التجار للاطلاع على أحوال السوق، حيث طلب من الموردين المحافظة على استقرار الأسعار وعلى استقرار الأسعار وعلى المخزون، على تموين الأسواق وعلى التصريح بالمخزون وهواتير الشراء. كما أعطى رئيس السلطة تعليمات لفرق المنطقة الحرة المكلفة بمراقبة الأسواق بمضاعفة الجهود للحد من المضاربات ومكافحة المواد المنتهية صلاحيتها. والجدير بالذكر أن القانون 001/2013 الناشئ للمنطقة الحرة حول جميع الصلاحيات المتعلقة بالتجارة إلى سلطة منطقة وادي بو الحرة، وكما أعفى من الجمركة جميع المواد الاستهلاكية باستثناء 9 مواد، و
هذه المواد اللي معفيه من الجمركه ما فهم اي مبرر لارتفاع اسعارها. فهم ذيك المواد الاساسيه اللي ما زالت عليها الجمركه كالارز كالارز واللبان المجففه والزيوت. ذيك المواد يخلق فيها ارتفاع نسبي طفيف بأسعارها لانها تاتي من نواكشوط عبر ميناء الصداقه المستقل. سيد المستشار، البواخر اللي تنقل هذه المواد يتم تفريقها في ميناء الصداقه، ومما يرفع سعر التكلفه على المورد بسعر النقل بين نواكشوط ونواليبو. واما هذه المشكله ان شاء الله سيتم حلها، لان المنطقه الحره عاكفه على مشروع انشاء الميناء في المياه العميقه اللي لا يسمح بجميع انواع البواخر ان ترسو في نواليبو. فم سببين عادة لارتفاع أسعار هذه المواد، ذاك يرجع على السبب الأول اللي قلت. السبب الثاني ويرجع لدكاكين التجزئة. هذه الدكاكين هامش الربح عياو لا يعدوه بصفة جزافية. وأنتهز هذه السانحة لأذكر أصحاب هذه الدكاكين بأنهم ملزمين باحترام القانون، وهو اللي يلزمهم بعرض أسعار السلع اللي بيعوا وتقديم سيد المستشار لفرق التفتيش. سيد المستشار استسمح على المقاطعة. اللي مكلفة المنطقة الحرة بمراقبة السوق. سيد المستشار استسمح على المقاطعة، دعني أسأل عن القرارات الجديدة، خطة العمل التي رسمتم لتطبيقها للمخالفين، ما هي يعني العقوبات الرادعة للمخالفين لهذه القرارات الجديدة؟ حدثنا عن خطة العمل التي رسمتم على مستوى المنطقة الحرة لتطبيق هذه القرارات الجديدة. كما قلت لكم، المنطقة الحرة عندها فرق مراقبة السوق. هذه الفرق مكونة من مندوب وزارة التجارة ومن طاقم من المنطقة الحرة وطاقم أمني، ويقومون بجولات في الأسواق للاطلاع على المخزون تموين السوق، وإذا كانت هناك مكافحة المضاربات على الأسعار. إذا السيد عبد الله المباريك مستشار رئيس منطقة نواليبو الحرة، شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا من نواليبو. إلى ولاية ترارزة، حيث تواصلوا في مركز القصيبة الثانية الإدارية الإجراءات الاحترازية التي تباشرها السلطات الجهوية بالتنسيق والتعاون مع المنتخبين والأندية والروابط وهيئات المجتمع المدني ضد انتشار جائحة كورونا. وتأتي هذه المواكبة الميدانية في ظل خلو مركز القصيبة 2 من أي حالة إصابة منذ بداية الموجة الثانية من كوفيد-19. على وقع تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا، يعيش مركز القصيبة 2 الإداري بولاية ترارزة بين إكراهات الإجراءات الاحترازية وانعكاسات إغلاق المعبر بين الضفتين الذي كان يشكل الشريان الرئيسي لحركة البيع والشراء داخل المركز. تم اتخاذ عدة إجراءات على مستوى المركز. هذه الإجراءات حدت من انتشار كورونا تفشيه في المركز، والحمد لله أبشركم بأن الحمد لله إلى الوقت الحالي ما عندنا أي حالة من حالات كورونا مسجلة في المركز. بفعل التوعية والتحسيس والصرامة في تطبيق ذيك الإجراءات اللي اتخذت السلطات العليا للبلد،
من إقلاق للحدود ومن التحسيس ومن ارتداء الكمامات ومن غسل الأيدين بالمياه والصابون والتحسيس في الأحياء وفي القرى. كذلك ساهمت الجهود الكبيرة اللي بذلت الدولة في تخفيف من آثار كورونا، فالحمد لله تخفيف من تأثيرها على السكان. وفي ظل المخاوف من انتشار الفيروس بين السكان، يعمل الطاقم الطبي في المركز الصحي الرئيسي على توعية المواطنين وتحسيسهم حول خطورة الفيروس، رغم بعض النواقص التي تعيق عمل المركز حسب القائمين عليه. هناك إجراءات كورونا، كيف تعرفوا لأن أبقوا الناس لكورونا ليش السبرير للناس قاعد تحفظهم الحمد لله كاملة. هناك يعني يسقل ليدين بالصابون تباعد ما أشبه ذلك، الناس تحفظ توفروا للفحوص، عنا ما شاء الله الفحوص نعدلوهم الناس هناتية حتى كامل مشتبه به نعدلو له الفحص هناتية كورونا وتوهاتية نعدلو ملي فحوص بالي تيست بالي عندنا نعدلو مع فحص كورونا نعدلوهم بلد لا حد يحتاج لهم كي يقابوا غليق نفس ولا أي شيء نعدلو له الفحص توهاتية هو أبو الناس إن الفحوص موجودة وذا كامل موجود هناتيا الحمد لله المرة ما سجلنا حالة من كورونا في لا دزين فك. وتعمل المصالح الجاوية هنا جنبا إلى جنب مع مختلف الفاعلين ضمن عملية تعبوية شاملة سبيلا إلى الحد من انتشار الفيروس في المركز ومختلف التجمعات التابعة له. ويتطلع المواطنون هنا أن تتواصل المجهودات التعبوية والتحسيسية في مختلف أنحاء المركز ليبقى خاليا من الفيروس وسط مخاوف من انتشار العدوى المجتمعية. عبد الودود والسدنة، الموريتانية، مركز القصيبة 2 الإداري. شكرا لأسماء متعثمة التي رافقتنا إلى هذا الحد من المسائية بلغة الإشارة. ومعنا مباشرة من مركز القصيبة الإداري السيد يعقوب الموسى وللشيخ سيدية عمدة بلدية القصيبة. مساء الخير سيد العمدة. مرحبا. مساء الخير. مرحبا السيد العمدة. رغم أن البلدية في منطقة حدودية وتشهد على مدار اليوم حركية ونشاطا دائبين للمواطنين، إلا أن السلطات الصحية لم تسجل فيها أي حالة إصابة بالفيروس، ما السر في ذلك؟ شكرا جزيلا للتلفزة اللي جاءت للمنطقة إلينا نعطوها المعلومات. أولا بالمناسبة رفعت عازنا القلبية الحادث السير اللي خلق في على طريق بوتليميت، معزين أهله وراجين ذا اللي مات منهم ذا اللي توفى منهم معزينه وراجين ذا اللي مجروح يبرى إن شاء الله. وكيف قلت الحمد لله رب العالمين ما قط على مستوى البلدية هون ما قط سجل فيها شيء من الحالات في الماضي الحمد لله إلى الحاضر، هذا من فضل الله تعالى أولا. وثانيا فهم الحدود مقفلة بيننا حنا وجارتنا السنغال، وحريص عليها السلطات الإدارية والأمنية، حرصت على قفل الحدود وعاد ما تريجينا أحد من المركب. والحمد لله رب العالمين ما قط سجل شيء من الحالات في الماضي ولا في ذي الجائحة الثانية الحمد لله رب العالمين. إذن شكرا لكم عمدة بلدية القصيبة السيد يعقوب والموسى وللشيخ سيدية، شكرا لكم. إلى ولاية الحوض الشرقي، حيث استفاد عدد من المواطنين في قرية بوس ديرا واحدة التابعة لبلدية أغوينيت بمقاطعة النعمة من عمليات توزيع لسلال غذائية وكميات من المعقمات ومستلزمات النظافة. وقد تم توزيع هذه المساعدات بعد فرز محلي للسكان الأكثر احتياجا في القرى المستهدفة. من قرية مسديرة المعروفة بطابعها الرعوي بدأ تنفيذ هذا التدخل الإنساني مهازرة ل500 أسرة تضررت خلال موسم الخريف المنصرم بفعل السيول والعواصف الهوجاء. وتتوزع الأسر المستفيدة من هذه المساعدات الغذائية التي أشرف على الشروع في توزيعها مستشار والي ولاية الحوض الشرقي المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية السيد عبد الصنبا قيسي، تتوزع على العديد من القرى التابعة لبلديات ولاتة عد البقر وأغوينيت. نحن بلدية أغوينيت تعرضنا هاي الخريف
عواصف مانعة دمرت قرية أهلة قرى منا عدد فيهم ياسر متضرر المتين، وهذه القرية اللي احنا فيها ذلك اللي قال لهم مسدينة رقم واحد ضرت بسبعة وتسعين مسكن تحطمت على أهلها، وجينا وجات السلطات جزاها الله خيرا وسجلت اللي كامل الضرر ومشات به، وذلك هي الحمد لله إجابة هذا اللي متفاركة الحمد لله يتوزع على صار المتضررين شاكرين على اللي عدلت. المستفيدون بقرية مسديرة واحد عبروا عن أهمية هذه المساعدات في تخفيف معاناتهم وتجاوز وضعيتهم الراهنة. السنة طاحت لنا 99 مبارح سكان مسديرة بينا العماية قررنا عرفنا أن بدولتنا مستهمة بينا وجابت لنا المعية الزينة يزيها عنا خير. شاكرينكم على هاي المساعدة اللي أعطيتونا، شاكرين مولانا وشاكرينكم. مباري طاح السنة سنين عندي هاي المساعدة من الناس جزاه الله خير. هذه السنة تضررنا فيها ياسر من التضرر، انصابت منا 97 مسكن وجابونا أكبر مساعدة جزاهم الله خير ومطالبينهم بالمزيد. وتتمثل المساعدات المقدمة في إطار هذا التدخل من قبل منظمة أساف في كميات من المواد الغذائية المختلفة ومستلزمات النظافة وبعض المعدات المنزلية. بلدية أغوينيت لبات المداح الموريتانية. نظمت الشبكة الوطنية لمتطوعي الهلال الأحمر الموريتاني في مدينة النعمة المرحلة الثانية من حملات التعقيم التي أطلقتها منذ بداية الموجة الثانية من كوفيد-19، وقد استهدفت حملة اليوم تعقيم عدد من المؤسسات التعليمية في المدينة إضافة إلى مبنى الولاية، وشملت الحملة أيضا توزيع الكمامات على المواطنين في السوق المحلي مع تحسيسهم بأخذ ما أمكن من حيطة وحذر أثناء تجولهم في السوق خوفا من انتشار جائحة كورونا. رئيس الشبكة الوطنية لمتطوع الهلال الأحمر الموريتاني على مستوى مدينة النعمة أكد أن هذه العملية شملت العديد من الأحياء داخل المدينة، وأضاف في تصريح على هامش النشاط أن هذه الحملة تدخل في إطار دعم الهلال الأحمر الموريتاني للجهود المبذولة من طرف الدولة لمواجهة جائحة كورونا. في إطار التعاون المشترك في إطار المساعدات اللي نقوم بها مع السلطات الجهوية بالولاية والمقاطعة بشكل عام، أدنا اليوم الحملة الثانية من عملية تعقيم المؤسسات التعليمية، طبعا بالإضافة إلى حملة توزيع للكمامات ومواد التعقيم داخل السوق المركزي. طبعا هذه العملية لا تشمل المؤسسات التعليمية ككل في المقاطعة والبلدية المركزية بالإضافة طبعا إلى الولاية ومبنية الولاية والمقاطعة، وطبعا هناك فرق مجهزة ومعدات جاهزة ونحن جاهزون إذا اقتضت الضرورة لذلك في إطار محاربة جائحة كورونا. ونبقى في مدينة النعمة لينضم إلينا من هناك مراسلنا محمد أعمر بلول. مساء الخير بلول. مساء النور لك بالديدي ولجميع مشاهدي الموريتانيا في كل مكان. بلول، ماذا عن جديد الحالة العامة لجائحة كورونا على مستوى الحوض الشرقي؟ نعم، جديد الحالة العامة لجائحة كورونا في مستوى الحوض الشرقي هو أن اليوم خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 3 حالات إصابات بكوفيد-19 وهي في كل من مقاطعة تنبدغة وجيغني. تنبدغة حازت إصابة واحدة وجيغني حازت إصابتين، وهناك 79 فحصا تم إجراؤه خلال 24 ساعة. في مدينة النعمة لم تسجل أي إصابة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، وهذا يدل على أن فيروس كوفيد-19 بات في انحسار في ولاية الحوض الشرقي، وذلك نتيجة لكثرة الفحوصات التي تقوم بها الجهات المعنية المتخصصة الصحية وكذلك
وكذلك الثقافة العالية التي بات يتحلى بها سكان ولاية الحوض الشرقي خوفا من انتشار جائحة كورونا بين صفوفهم. هذا ما لمسناه خلال تجولنا داخل عاصمة ولاية الحوض الشرقي مدينة النعماء، والتي لمسنا هناك ثقافة صحية عالية في المواطنين من بينهم. هناك من بات على يقين تام بأن هذا الفيروس ينتشر بصورة بوتيرة متسارعة بين المواطنين، ولا علاج له سوى التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات داخل الأماكن المزدحمة وتجنب الازدحامات بين المواطنين. هناك أيضا جهود كبيرة تقوم بها السلطات الإدارية وكذلك الصحية بين المواطنين لأجل منع انتشار الجائحة بينهم، وهذه الجهود تنصب أساسا على عمليات التحسيس والتعبئة بخطورة الفيروس، وكذلك توزيع ما أمكن توزيعه من وسائل الوقاية من كوفيد-19. كلها أدت إلى انحسار الفيروس داخل الولاية خاصة في الأيام الأخيرة. كما تعلمون ولاية الحوض الشرقي شهدت أياما قبل أسابيع وقبل أيام تقريبا بضعة أيام كانت هناك إصابات كثيرة تجاوزت حدود 10 وكذلك تجاوزت حدود 15، لكن في الأونة الأخيرة بدأ الفيروس ينحسر نتيجة لجهود كبيرة تقوم بها السلطات الإدارية والصحية وكذلك شبكات المجتمع المدني من أجل تعبئة المواطنين على خطورات هذا الفيروس، ولاقت تلك الجهود آذانا صاغية من قبل المواطنين. هذا ما لبسناه خلال تواجدنا في الولاية منذ أيام. كل شكر لك محمد والعمر بلول مراسل قناة الموريتانية، كنت معنا من النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي. في ولاية العصابة وعلى غرار بقية المؤسسات التعليمية في الوطن، فتحت المدارس الحرة بمدينة كيفا أبوابها أمام التلاميذ مع استئناف السنة الدراسية في ظل الجائحة. ويستقطب التعليم الحر بمدينة كيفا عددا معتبرا من التلاميذ، مما يطرح تحديات بخصوص تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس المستجد. على مستوى ولاية العصابة يزيد عدد مؤسسات التعليم الحر على 20 مدرسة يرتدها أكثر من 6000 تلميذ. وفي مدينة كيفا التي تحظى بنصيب الأسد من قطاع التعليم الحر، يتفاوت مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد الفيروس المستجد في أوساط تلاميذ المدارس الحرة. محترمين التلاميذ، كانوا محترمين أساتذة ما شاء الله، لا يوصل التلاميذ أنهم عودوا دير الكمامات أو ملتزمين، أساتذة مولي من نفسهم ما شاء الله ملتزمين. حسب اللي شفت فما ياسر من إجراءات احترازية، وفما اللي عدم مباراة حول اكتظاظ الكلاس في ياسر من التلاميذ. ما هون تلميذي موجع الكمامة ومدرسة مية طارحة معقمات وطارحة ياسر مشي ولا ساتر مولي، دائما كل أستاذ يدخل ينبه على التلاميذ أنهم يجروا كمامات. ليش به نرجع جبل الاحتراز هو الراسه يحتراز خوف على نفسه وعلى الخلق اللي معاه، لا يذي من الرجاج ويذي يعرف إنه مازال راجع لأهله. القيمون على المدارس الحرة في مدينة كيفا منهم من يرى أن المدرسة ذاتها مسؤولة عن اتخاذ ما يلزم لفرض وتطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا، ومنهم من لا يجد غضاضة في لفت انتباه الجهات الرسمية إلى ضرورة توفير مستلزمات السلامة. حضرنا القدر الكافي من الكمامات، حضرنا جميع الأشياء الأساسية، حضرنا صابون كافي، حضرنا كذلك معقمات كافية، وأدنا نحاول حنا على مستوانا أننا نتخذ جميع الشروط اللي كانت الإدارة موصية به. لمستوانا هو نعرفوا أن الاكتظاظ موجود على مستوى الفصول، ما لنا قابلين أن التلميذ يقعد داخل الفصل يكون داير كمامة وما يعادلها. احنا ما كنا نقطعوا حاجة التلاميذ بالمكمامات. اللي قسم التعليم النظامي احنا ما جانا منه شيء اسوي شنو. يعطني اللي قسم التعليم النظامي يعطني حنا نحضروا فيه. كل تلميذ نقول له يجيب كمامة والمنها ما عنده يتلثم، والإجراءات الأخرى أن أي حد شعر برواية والله تحسس نحس به السلطات الصحية تتخذ إجراءات ضد. رغم ما يلاحظ من اكتظاظ في بعض فصولها، تحرص غالبية المؤسسات التعليمية الحرة على إلزامية الكمامات أو ما ينوب عنها داخل الأقسام حتى تستمر العملية التعليمية. يبقى المعول على مدى فهم التلاميذ وتقيدهم بالإجراءات الاحترازية ضد الكوفيد-19 كظما لشيطان الكورونا، ولتبقى المدارس مشرعة الأبواب أمام روادها. عبدالله صوفي، قناة الموريتانية، مدينة كيفا.
تشكل الصناعة التقليدية أحد الروافد الاقتصادية الهامة في بلادنا، فضلا عن دورها الكبير في حفظ هوية وأصالة وتراث البلاد. ورغم ما يوفره المنتوج المحلي من هذه الصناعات من فرص عمل للكثيرين، فإنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من الرعاية والاهتمام لتذليل الصعاب التي تواجه في كثير من الأحيان تسويق المقتنيات التقليدية في الأسواق العالمية. الصناعة التقليدية إحدى مميزات هوية المجتمع الموريتاني في حله وترحاله، حيث وفرت على مر العقود حاجيات المواطن من أوان وإكسسوارات ومتطلبات البيت المختلفة. لكن التحول الكبير الذي شهدته الحياة اليومية في بلادنا بفعل ظروف العولمة ومقتضيات المدينة المعاصرة جعلت الصناعة التقليدية أمام تحديات مختلفة. صانع التقليدي بقدرتي عند الاكتفاء الذاتي الموريتاني، يقال الإشكالية ما عندنا كصناع تقليديين باش نعدلوا الاكتفاء الذاتي. حاصل عن يعدل الاكتفاء الذاتي الموريتاني من الإنتاج اسوي شكل شنو فيما فيه الجير اللي يجينا يوميا من الصين، احنا نقدر نعدلوه. يقال لكن الإشكالية عندنا الوحيدة هو الدعم الصانع التقليدي. احنا لين نعود الواحد منا لين يبتكر ابسط شيء، هذا الثقل اللي هو يمشي به واحد الصبح ويصب وشرب يد اخرى ويجيبوا لنا قرانتي ولا باكوتي للصبح، احنا عملنا مات لنا فاشي ولا تلا عنده قيمه. ومع اهتمام الدولة المتزايد بالقطاع عمدت إلى التعريف بالصناعة التقليدية كرافد ثقافي وابتكار محلي له خصوصيته المميزة، وهذا ما جعلها حاضرة في المحافل الدولية والتظاهرات المختلفة خدمة للصناع التقليديين وتسويقا للمنتوج السياحي الوطني. المقدرات السياحية تنقسم إلى قسمين، مقدرات طبيعية ومقدرات ثقافية. المقدرات الثقافية عمود الفقري للصناعة التقليدية، ولذلك نحن نعتبر عن ترويج الصناعة التقليدية جزء من ترويج السياحة. معارض الصناعة السياحية يشارك في المكتب الوطني للسياحة، واللي يشرف المكتب الوطني للسياحة لإعدادهم كممثل موريتاني إلين يوصلهم اللمسات الأخيرة، وتعود القطاعات كاملة اللي معنية بالمشاركة تحسس في الوقت اللي تشارك وتوف. ومن ضمن قطاع الصناعة التقليدية وضع أسهل، إحنا لله نروج كامل من عاداتنا ومن تقاليدنا ومن تراثنا ومن أمورنا اللي يبحث عنها الآخر كاملة متغلغل فيها، والله عليها لمسات الصناعة التقليدية كاملة. ورغم التحديات التي تواجه الصناعة التقليدية في بلادنا، فإنها تبقى وجهاً من أوجه الأصالة الموريتانية وحاضنة أمينة لتراثها الغني. وبذلك نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية مسائية قناة الموريتانية، عود على بدء وتذكير بأبرز ما جاء فيها. وفاة 8 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى في حادث سير مؤلم على طريق بوتيميت واكشوط، ورئيس الجمهورية يعزي أسر ضحايا الحادث ويتمنى الشفاء للمصابين. وزير التنمية الريفية يطلق من سد هوم القليتة في مقاطعة أنبود عمليات تنظيف شاملة لمجاري المياه الموجهة لسقاية المزارع. المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء تحتضن انطلاق المرحلة الثالثة من ملتقيات إعادة تنشيط الجهاز الإداري في الدولة. بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يمكنكم متابعة بثنا الإذاعي في نواكشوط عبر البوشة الترددية FM 101.9. موعدي يتجدد معكم بحول الله عند منتصف الليل في عرضنا الإخباري الأخير. تحية مني، دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. المستقبل عاد قريب.